نتعرف أكثر على وضع الليرة التركية. ينضم إلينا مباشرة من دبي المحلل الاقتصادي علي حمودي. علي، مساء الخير، وبرأيك ما الأسباب التي تدفع الليرة للتراجع بهذا الشكل مع طبعا مرحلة جديدة تبدأ في تركيا، مرحلة جديدة بوجوه قديمة ربما؟ يعني أول مساء الخير، شكرا للاستضافة. هو المفروض يعني الأسباب أنه بعد تعيين محمد شمشك وزيرا للمالية، الأسواق يعني اعتبرت هذا التعيين ربما عودة للسياسات النقدية الأكثر تقليدية في تركيا، تاركا وراءه ربما هذه التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة عندما يكون الاقتصاد يواجه مشاكل كبيرة بالنسبة للتضخم، وهذا هو السبب الرئيسي اللي أدى أصلا إلى انخفاض كبير في الليرة. طيب، لكن مع ذلك يعني هذه القفزة بالتضخم ما زالت تسبب مشاكل للليرة ومحافظتها على أي مستويات. طبعا التضخم انخفض بعض الشيء، قرابة 40% في شهر مايو على مستوى سنوي، والسبب الرئيسي لذلك هو إلى توفير الحكومة للغاز الطبيعي مجانا لكثير من المستهلكين، ولكن هذا طبعا قد يتغير. نتوقع أن هذه السياسة سوف تتغير، حيث يعني تتطلع الحكومة ربما إلى إعادة بناء مواردها المالية. وكيف تقيم الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة في المركزي التركي الآن؟ شهد بعض الصعود في الأيام الأخيرة، لكن يعني إذا نظرنا إليه بشكل تاريخي هناك تراجع مما لا شك فيه. بالتأكيد يعني لو نتكلم احنا على الاحتياطي النقد الأجنبي، هو انخفض إلى أدنى مستوى له في تركيا على الإطلاق، يعني خاصة في آخر بيانات ل 26 مايو كان عند 4.4 مليار دولار بالسالب. نعم، طبعا هذا ما زال يشكل يعني هاجس خطر بالنسبة للأسواق، بالنسبة ل مستوى أو محافظة الليرة التركية على هذه المستويات. يعني هذا 23 مكسور اللي وصلها السوق قد يعني لا تكون الأخيرة. الآن الأسواق ربما تتوقع 28 ليس ببعيد، ربما في شهور أو حتى أسابيع من ما كانت عليها المستوى. فهناك يعني محمد مشمك على يعني شمشك عفوا عند مشاكل حقيقة، ولا أحد يعلم ماذا إذا كان سوف يستمر في منصبه أشهر سنين أو حتى أسابيع، خاصة إذا لم يعني تعيينه أو أي قرارات سوف يأخذها من الآن فصاعدا تعيد الثقة للأسواق. رويترز تقول إنه أردوغان يفكر في تعيين حفيظة أركان، وهي طبعا خبيرة مالية في الولايات المتحدة، يعني مستقرة في الولايات المتحدة في منصب محافظ البنك المركزي. هل سنرى استقلالا للبنك المركزي في الفترة المقبلة، أم تتوقع أن تستمر هيمنة أردوغان على سياسات المركزي في تركيا؟ يعني الأسواق طبعا بالتأكيد تحبذ أن يكون البنك المركزي. أصلا ابتدت مشاكل الليرة أمام الدولار عندما كان هناك تدخل واضح وعدم استقلال البنك المركزي. يعني فأنت مثل ما يقول مثل you can't have your cake and eat it، يعني لا تستطيع أن تقول أنا عندي عملة حرة وفي نفس الوقت أتدخل في أساسيات السوق. فبالتأكيد تعيين محافظ بنك مركزي مستقل هذا يعطي دافع للأسواق، دافع إيجابي. ولكن هل هذا فعلا سوف يحدث؟ أردوغان لحد يعني هسته وفائز، يعني فاز بولاية ثانية لعشر سنين قادمة، فربما تعطيه الشعور بأنه ممكن أن يفعل ما يريد. ف يعني
في النهاية الذي يتأثر بشكل كبير هو المستهلك والمواطن التركي في ظل نسب تضخم كبيرة جدا، وهذا ليس بشيء جديد تاريخيا بالنسبة لاقتصاد تركيا. يعني عندما يتم فقد السيطرة على خاصة التضخم ممكن أن نرى ما يعرف بـ runaway inflation، أسعار تضخم كبيرة تتغير بين يوم وآخر. شكرا جزيلا لوجودك معنا علي حمودي المحلل الاقتصادي من دبي.